يقول السائل: جاء في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه، هل إذا قام أحدنا لرجل كبير في السن يدخل في هذا الحديث؟ وما معنى الحديث؟ حديث واضح كما هو من لفظه، لا يقيم، ما تجي وتوخر واحد تجلس في مكانه إلا إذا قام هو من نفسه وآثرك بمكانه فلا بأس أن تجلس فيه. وأما أنت تقيمه وهو ما رضي ولا سمح وأن تقيمه من مكانه، هذا لا يجوز لك، هذا ما يجوز. بل كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد باختياره ما يجلس في مكانه، تورعاً منه رضي الله عنه. فكيف بالذي يقيم الناس من أمكنتهم ويجلس في مكانهم؟ إلا إذا كان هذا الشخص الذي أقمته خادما لك أو ابنا لك، قدمته يحجز لك المكان فلا بأس، إذا كان خادما لك أو ابنا لك. أما أنك تجي واحد من الناس جالس في المسجد وإلا في مكان أو في مجلس وتقيمه بزعمك أنك أنت مقدم وأنك لك جاه وأن تقيم الناس وتجلس في مكانه، هذا لا يجوز، إن هذا ظلم. من سبق إلى مباح هو أحق به كما قال صلى الله عليه وسلم.